نال عميد الفن العربي الموسيقار محمد عبد الوهاب في موكب غنائي شارك فيه عدد من الشخصيات السياسية والسفراء والشخصيات الفنية في مصر. وقد تم تشييع زحام الموسيقار محمد عبد الوهاب في مراسم عسكرية حيث أحاطت 6 خيول بالعربة التي حملت نعش الفقيد. وصلى المشيعون على جثمان الموسيقار الراحل في مسجد رابع العدوية بمدينة نصر بالقاهرة، بعد أن كان مقررا أن تتم الصلاة في جامع عمر مكرم في قلب مدينة القاهرة. ولم يستطع الآلاف من المشيعين من المشاركة في تشييع جثمان الفقيد بسبب تغيير مكان الصلاة لأسباب أمنية، حيث حطم آلاف من المشيعين الحواجز التي كان مئات من جنود الأمن المركزي والشرطة العسكرية المصرية قد أقاموها لحراسة العربة التي حملت نعش الفقيد. وبسبب ازدياد عدد المشيعين اضطر الموكب الرسمي للتوقف بعد 200 متر، وقام رجال الأمن بإدخال النعش إلى أحد المعسكرات. حذرت عسكرية ورسمية وشعبية كبيرة فقيد الفن وموسيقار الأجيال الفنان محمد عبد الوهاب الذي وافته ألمانية بعد منتصف ليلة أول أمس إثر نوبة قلبية مفاجئة. وشارك في التشييع ممثل الرئيس المصري حسني مبارك وكبار المسؤولين المصريين، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العربية الرسمية والفنية. وقد نقل جثمان الفقيد ملفوفا بالعلم المصري على عربة مدفع تتقدمها مجموعة رمزية من طلبة الكلية العسكرية. جثمان الموسيقار محمد عبد الوهاب في مراسم عسكرية حيث أحاطت 6 خيول بالعربة التي حملت نعش الفقيد. وصلى المشيعون على جثمان الموسيقار الراحل في مسجد رابع العدوية بمدينة نصر بالقاهرة بعد أن كان مقررا أن تتم الصلاة في جامع عمر مكرم في قلب مدينة القاهرة. ولم يستطع آلاف المشيعين من المشاركة في تشييع جثمان الفقيد بسبب تغيير مكان الصلاة لأسباب أمنية، حيث حطم آلاف من المشيعين الحواجز التي كان مئات من جنود الأمن المركزي والشرطة العسكرية المصرية قد أقاموها لحراسة العربة التي حملت نعش الفقيد. وبسبب ازدياد عدد المشيعين اضطر الموكب الرسمي للتوقف بعد 200 متر، وقام رجال الأمن بإدخال النعش إلى أحد المعسكرات في المنطقة. Les obsèques du défunt qui ont attiré un grand nombre de personnes, dont notamment le représentant du président égyptien Hosni Moubarak et les grands responsables égyptiens et arabes.